بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انتهينا امس الى قول الشارح والمشهور بذلك بين المتكلمين برهان التمانع المشار اليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. نعم، هذا برهان التمانع هو الدليل المشهور بين المتكلمين على وحدانية الله سبحانه. أشار إليه بقوله تعالى لو كان فيهما إلا آلهة إلا الله. إذن هذا برهان التمانع هو برهان، يعني دليل قطعي. أما هذه الآية ليست بقطعية، حجيته ليست بقطعية كما سيأتي. نعم. ثم وتقريره، تقرير برهان التمانع أنه لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع، يعني يفرل. لو كان إلهان ممكنين يمكن بينهما تمانع، لأجل هذا التمانع سمي هذا البرهان برهان التمانع، كما ذكر عصام الدين. سمي به لأنه مبني على فرل التمانع، إما هكذا يعني، أو لأنه يستلزم تمانع إلهين عن الألوهية. إلهان يتمانعان فيما بينهما عن أي شيء عن الألوهية، أو هذا الدليل مبني على إمكان التمانع، فرل التمانع. فإذا لو كان إلهان ممكنين يمكن بينهما تمانع، كيف هذا التمانع؟ ما معنى التمانع؟ بأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه. أحدهما أحد الإلهين يريد حركة زيد والآخر يريد سكونه، هذا مثال. أو أحدهما يريد وجود زيد والآخر يريد عدم زيد ألا يخلق، هكذا من الممكن فقط، هذا فرض الإمكان، لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن. لماذا هذا التمانع ممكن؟ لأن كل منهما، يعني كل من الحركة والسكون لزيد في نفسه أمر ممكن. فإذا هذا الإله تتعلق قدرته بكل ممكن، تتعلق إرادته بكل ممكن. فإذا يمكن أن يقع هكذا، أحدهما أراد حركة زيد والآخر أراد سكون زيد. ثم وكذا تعلق الإرادة بكل منهما، تعلق الإرادة بكل منهما أيضا أمر ممكن، إذ لا تلاد بين الإرادتين بل بين المرادين. يعني شارح هنا ذكر لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، وكذا تعلق الإرادة بكل منهما إذ لا تلاد بين الإرادتين بل بين المرادين. هذا البيان لدفع بعض الاعتراضات في هذا المكان كما سيأتي. نعم. فإذا حركة زيد أمر ممكن، سكونه أمر ممكن، قدرة إله يمكن أن يتعلق بكل منهما. فإذا اتفاقا أراد إله حركة زيد والآخر أراد سكون زيد، هذا ممكن.
وحينئذ أني ثم قال تعلق الإرادة بكل منهما ممكن، إرادة الله تعالى يتعلق بحركة زيد، كذلك إرادة إله آخر يتعلق بسكون زيد، هذا تعلق ممكن، تعلق الإرادة ممكن، لماذا؟ حركة وسكون ممكنان، فتعلق إرادة إله وقدرته بهما ممكن. يكون هناك تضاد بين المرادين، يعني الحركة والسكون كلاهما متضادان، حركة والسكون متضادان، فإذن حركة زيد وسكونه لا يتحققان ولا يوجدان في وقت واحد، أما يتعلق إرادة إله بحركة كذلك تعلق إرادة إله آخر بسكون، بسكونه كلاهما ممكن، لذلك هذا التعلق أيضا ممكن. ثم وحينئذ هذا يمكن تمانع بينهما، بأن يريد أحدهما هذا والآخر هذا، هذا مثال. وحينئذ إما أن يحصل الأمران، لماذا؟ هذان إلهان مستقلان قادران مريدان مختاران هكذا، فإذن مقتضى قدرة كل إله يقتضي، مقتضى قدرة كل إله أن يوجد الأمران، فهذا إله قادر مختار، فإذن ينبغي أن يتحقق مراده، والإله الثاني أيضا قادر مختار، ينبغي أن يتحقق مراده، لكن لو وجد وحصل هذان الأمران، يعني حركة زيد وسكونه في وقت واحد، فيجتمع الضدان، هذا محال، بين المرادين تلاد، لذلك ينبغي أن لا يوجد. ثم وإلا يعني لو لم يوجد كلاهما بل وجد أحدهما، وجد أحدهما يعني أحد الإلهين أراد حركة زيد فتحرك زيد، في نفس الوقت أراد الإله الآخر سكون زيد لكن لم يسكن، فإذن الإله الذي أراد سكون زيد لم يتحقق مراده، لذلك هو عاجز، هذا يدل على عجزه، والإله ينبغي أن يكون قادرا مختارا. فيلزم عجز أحدهما، وإلا يعني وإن لم يحصل الأمران فيلزم عجز أحدهما. من هذا الأحد؟ الإله الذي لم يحصل مراده، وهو أمارة الحدوث والإمكان، يعني العجز أمارة الحدوث والإمكان، فإذن هذا العاجز الذي فرض إلها ثبت أنه ليس بإله، لماذا؟ لأنه ظهر فيه أمارة الحدوث والإمكان، الحادث أو الممكن لا يكونان إلها، بل ينبغي أن يكون الإله قديما كما سبق. أمارة الحدوث والإمكان، هذا إشارة إلى طريقتين للمتكلمين في إثبات محدث للعالم، إما طريقة الحدوث أو طريقة الإمكان، نعم كما سبق، لما فيه من شائبة الاحتياج، هذا العجز، لماذا صار أمارة الحدوث والإمكان؟ لما فيه، يعني لما في هذا العجز من شائبة الاحتياج، يعني هو يحتاج في تحقق مراده وحصول مراده إلى عدم إرادة إله آخر ضد مراده، يعني لو لم يرد الإله الأول ضد مراده يتحقق، وهذا احتياج إلى مساعدة معاونة الإله الآخر، هذا هو شائبة الاحتياج، فالتعدد مستلزم، تعدد الإلهين مستلزم لأي شيء؟ لإمكان التمانع،
تعدد آلهته يستلزم أي شيء؟ يستلزم إمكان التمانع فقط، يستلزم هذا الإمكان. ثم المستلزم للمحالي، هذا الإمكان يستلزم المحالة. تعدد لا يستلزم المحالة يعني مباشرة، بل هناك يفرض إمكان التمانع، هذا ممكن، أن التمانع ممكن. لو تمانع ماذا يكون؟ يجد المحال، يكون المحال إما اجتماع للدين أو عجز أحدهما فيكون محالا، يعني التعدد محال، يعني الذي يستلزم المحال محال، أو يستلزم غير محال وهو يستلزم محالا وهو أيضا محال. هذا أمر يستلزم المحال مباشرة أو في مرتبة ثالثة أو رابعة هكذا، فهذا الأول أيضا محال. الذي يستلزم ما يستلزم المحال فهو محال أيضا فيكون محالا. نعم، هذا هو برهان التمانع. نعم، وهو مبني على التمانع بين الإلهين. نعم، هذا ظاهر. ثم وهذا تفصيل ما يقال: إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه، وإن قدر لزم عجز الآخر. هكذا قيل في تحقيق هذا البرهان، برهان التمانع، في بيان برهان التمانع هكذا قيل. ما هو؟ إن أحدهما، يعني لو فرض إلهان فماذا حال أحدهما؟ إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر. متى هذا؟ يعني هو أراد حركة زيد والآخر أراد سكون زيد، فإذن ينبغي حركة زيد، لماذا؟ لأن يكون إلها كاملا، هذا هو مخالفة الآخر. لزم عجزه، كيف يلزم عجزه؟ يعني لم يقع مراده، هو أراد لكن لم يقع مراده، هذا عجز له. وإن قدر، يعني لو قدر مخالفة الآخر فماذا حال الآخر؟ لزم عجز الآخر، يعني هكذا، هذا أراد حركة زيد فتحرك زيد. في نفس الوقت الإله الثاني أراد سكون زيد ولم يسكن، زيد لم يسكن بل تحرك، فإذن هذا يدل على حدوث الإله الثاني. ثم وهذا تفصيل ما يقال: إن أحدهما إن لم يقدر، يعني أشار الشارح إلى أن هذا المقال ليس دليلا آخر بل هو تفصيل لهذا الشق الثاني. وإلا فيلزم عجز أحدهما، يعني في برهان التمانع شقاني: لو حصل الأمران فيجتمع الضدان، لو لم يحصل كلاهما فيلزم عجز أحدهما. هذا تفصيل الشق الثاني. ثم بعده: وبما ذكرنا يندفع ما يقال، يعني هنا بعض الاعتراضات. كان بيان الشارح الدفتازاني رحمه الله دافعا لهذه الاعتراضات، لذلك قال هناك: وكذا تعلق الإرادة بكل منهما إذ لا تلاد بين الإرادتين بل بين المرادين. وبما ذكرنا يندفع ما يقال، ماذا قيل اعتراضا؟ هذا ارتفاع يندفع هذا الاعتراض: أنه يجوز أن يتفق من غير تمانع، يعني لا، يعني لو تعدد إلهان، لو تعدد الإله ووجد إلهان أمكن تمانعهما ثم صورنا هذا التمانع، فإذا قيل هناك لا يمكن تمانعهما، لا يلزم إمكان التمانع. لماذا؟ لجواز الاتفاق بينهما، هما يتفقان. ماذا يتفقان؟ على أن أحدهما لا يريد
خلاف مراد الآخرين. يعني لو أراد أحدهما حركة زيد فالآخر يتفق مع الأول. يعني لا أريد مخالفة إرادتك، يعني لا أريد سكون زيد، هكذا اتفاق بينهما. لجواز يجوز أن يتفقا من غير تمانع. هذا قيل على قوله لا أمكن بينهما تمانع، فإذا هذا القائل منع هذا الإمكان وقال لا نسلم الإمكان. لماذا؟ إمكان التمانع. لماذا؟ لجواز أن يتفق على عدم التمانع. وهذا نعم هذا اتفاق ممكن، لكن بالنسبة إلى الإله هذا ليس بممكن. هذا اتفاق يمكن بين الإنسانين، أما بين الإلهين ليس بممكن. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق يدل على حاجة إلى يعني شائبة الاحتياج، إلى شائبة الاحتياج. متى تكون قدرة أحدهما وإرادته نافذة؟ لو اتفق الآخر على أنه لا يخالفه، وإلا لا تكون قدرته وإرادته نافذة، وهذا احتياج. يعني وهذا إله واحد منهما متى تنفذ قدرته ومتى يتحقق مراده لو لم يخالف الآخر، لو لم يخالفه الآخر بضد مراده. ثم وهذا الإمكان يعني إمكان التمانع كيف يندفع بالاتفاق، وهذا الاتفاق يدل على العجز، العجز أمارة الحدوث والإمكان. لذلك هذا الاتفاق لا يفرض في إلهين، بين إلهين الاتفاق عجز. ثم كذلك قيل قول آخر يعني اعتراض آخر، أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكن لاستلزامها المحال، يعني الذي يستلزم المحال محال، الذي يستلزم المحال محال كما ذكرنا. فإذا ماذا هو يستلزم المحال في فرضنا؟ الممانعة والمخالفة، يعني هذا أحدهما يخالف الآخر بالإرادة، يتمانع مع الآخر. وبناء على هذا ظهر عجزهما، ظهر عجز أحدهما، هذا هو المحال، هذا لازم لما لإمكان التمانع. فإذا يقال أن التمانع ليس بممكن بل هو محال. لماذا؟ لأنه هو الذي يستلزم هذا المحال. فإذا وهذا يندفع، كيف يندفع؟ بقوله تعلق الإرادة بكل منهما، لا قبله قال لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن، لأن كل منهما في نفسه أمر ممكن. لو كان كذلك لا يمتنع التمانع بل يمكن التمانع. ثم أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين، هكذا قيل اعتراض ثالث. أو يمتنع، يقال يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد حركة زيد وسكونه، يعني وإله واحد هل يمكن له إرادة حركة زيد وسكونه في نفس واحد معا؟ لا يمكن. كذلك بالنسبة إلى إلهين اجتماع الإرادتين ممتنع. فإذا دفعه بقوله تعلق الإرادة بكل منهما ممكن. لماذا؟ إذ لا تضاد بين الإرادتين، بهذا اندفع. إذن هناك اعتراضات ثلاثة أشار الشارح غب بيانه أثناء بيانه
إلى دفع هذه الاعتراضات الثلاث. نعم. ثم واعلم أن قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا حجة قناعية والملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات. نعم. ما معنى حجة إقناعية؟ يعني يعتقد بها الظن لا اليقين، يعتقد بهذه الحجة الظن، لا يعتقد بهذه الحجة اليقين. كذلك هذا الدليل لا دليل إقناعي لا يفيد إلا الظن، بخلاف المشار إليه بالآية الكريمة فإنه قطعي، يعني برهان التمانع قطعي. لكن هذا القول قوله تعالى حجة إقناعية. لو كانت حجة، لماذا كانت الحجة إقناعية؟ لأن الملازمة عادية. فإذا قوله والملازمة عادية، هذه الجملة بمنزلة العلة لكون الحجة إقناعية. عادية معناه يعني صحة هذه الملازمة بمقتل العادة، فيكون الحجة المشتملة على هذه الملازمة إقناعية. نعم. فقوله والملازمة عادية تعليل لكون الحجة إقناعية بحسب المعنى، هكذا ذكر جند الله في حاشيته. نعم. ثم عادية على ما هو اللائق بالخطابيات، فإذا هذه الملازمة العادية والحجة حجة الإقناعية كلها لائقة بالخطابيات. ما هي الخطابيات؟ أمور لا يطلب فيها البرهان بل يكفي فيها مجرد الظن، يكتفى فيها بمجرد الظن، هذا خطابيات. فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم. العادة عادت جارية، يعني هذا ليس التمانع والتغالب لازما عقليا بل هو لازم عادي. فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم، يعني في بلد واحد لو كان حاكمان ماذا يقع هناك؟ يتغالبان يتمانعان، هذا يوجد موجود. نعم. فإذا في الآية، فإذا ما الفرق بين يعني معنى الآية ومعنى ومفهوم هذا برهان التمانع؟ برهان التمانع يفرض على إمكان التمانع، هناك بيان إمكان التمانع، لكن هنا في الآية لو كان فيهما آلهة لله لفسدتا، الفساد هو الجواب ليس إمكان إمكان التمانع الذي يؤدي إلى الفساد. إمكان التمانع هو الذي يؤدي إلى الفساد. نعم. فالآية فالدليل يعني دليل التمانع هو ألزم إمكان التمانع، فهذا يستلزم إما اجتماع للدين أو عجز الآخر، لذلك صار برهانا قطعيا يقينيا. أما هنا الجواب لفسدت، هذا الفساد. نعم. هذا الفساد يوجد عند تعدد الحاكم في بلد واحد، هذا هو العادة. ثم على ما أشير إليه بقوله ولا على بعضهم على بعض. ثم وإلا فإن نريد به الفساد بالفعل، وإلا معناه وإن لم يكن إقناعيا بل يدعى أن هذه الحجة، يعني قوله تعالى حجة يقينية برهانية هكذا لو ادعي، ثم يقال هذا الفساد فساد بالفعل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، من التعدد هل يلزم الفساد بالفعل؟ لا يلزم، هذا أي خروجهما عن هذا النظام المشاهد، هذا معنى الفساد. فمجرد التعدد لا يستلزمه، مجرد التعدد لا يستلزم الفساد عقلا،
لماذا؟ لجواز الاتفاق على هذا النظام المشاهدي. لجواز الاتفاق على هذا النظام المشاهدي، هكذا علل الشارح، لكن هذا التعليل مشكل. لماذا؟ ذكرنا هذا ليس بممكن بين إلهين، الاتفاق إلى يؤدي إلى العجز، عجز كليهما. على كل حال ما ذكره أولا صحيح، لكن هذا التعليل فقط مشكل. مجرد التعدد لا يستلزم الفساد عقلا، هذا ظاهر. ثم وإن نريد إمكان الفساد بها، إمكان الفساد ليس يعني فساد بالفعل، ليس مراد قوله لفسدتا، فساد بالفعل ليس، بل إمكان الفساد، فلا دليل على اندفائه. هذا ممكن مع وحدانية الله تعالى، هذا الفساد إمكان الفساد موجود، لا يندفي الإمكان. وكذلك هناك سيفسد فيما بعد، هذا النظام سيفسد، هذا الذي قال بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام فيكون ممكنا لا محالة. فإذا هذا إمكان الفساد لا يدل على تعدد الآلهة، بل مع وحدانية الله تعالى يدل على أن هذا الفساد ممكن، مع وحدانيته يوجد هذا الإمكان، إمكان الفساد. فإذا إمكان الفساد لا يدل على تعدد الآلهة. لا يقال الملازمة قطعية. فإذا أولا ذكر فإن نريد وإلا فإن نريد، يعني لو لم تكن إقناعية بل برهانية، ومراد الفساد هذا. كذلك يقال أمر آخر، يعني لا يقال الملازمة قطعية، والمراد بفسادهما عدم تكونها، عدم تكونهما. ذكرنا للفساد معنى آخر أولا، يعني خروجهما عن هذا النظام، هنا يقال معنى آخر ما هو عدم تكونهما، بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال، فلم يكن أحدهما صانعا فلم يوجد مصنوع. أراد أحدهما صنع العالم، صنع العالم فالآخر منعه، هكذا لم يوجد، هذا معنى الفساد. هذا لا يقال. لماذا؟ لأننا نقول إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع. نعم، هنا إمكان التمانع هذا لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع، وهو لا يستلزم اندفاع المصنوع. لو تعدد الصانع ماذا؟ يمكن هذا التمانع فقط. هذا إمكان التمانع هل يستلزم اندفاع المصنوع؟ لا، بل لو تمانع حقيقة بالفعل يستلزم اندفاع المصنوع، وهنا إمكان فقط، إمكان التمانع ليس التمانع بالفعل، لذلك لا يستلزم اندفاع المصنوع. على أنه يريد منع الملازمة، يعني هنا ذكر دعوى بأن هذه الحجة إقناعية، فإذا يكون لي هذا الفساد بالفعل، الفساد معنى يعني فساد خروجهما عن هذا النظام، ثم فساد بالفعل أو يعني إمكان الفساد،